مساء الخير، انا حابب اتكلم عن الكورس اللي انا اخدته مع المهندس ايهاب، كورس البي ام بي. صراحه انا كنت في الاول متردد جدا جدا ان انا اخد اي كورس اصلا، لان انا بعيد عن المذاكره بقالي اكتر من 10 سنين، فمستحيل هذاكر تاني او هحاول اذاكر تاني. فكنت متردد وقلت هحاول واجرب، وهو شجعني ان انا اجرب بنفسي اشوف الكورس عامل ايه والكلام ده كله، لان انا بطبيعتي ما بحبش المذاكره وما بحبش الحفظ عامة. يعني انا كنت متخيل بي ام بي فمادة علمية بحتة ما فيهاش اي تجربة، لان انا بشتغل تكنيكال، فبالتالي مش هقدر احفظ الكلام ده كله. وبعد كده قررت اخد التجربة واحضر الكورس. ففي اول يوم انبهرت جدا من الاسلوب، هو بيتكلم بحب عن الموضوع، بيشرح التفاصيل اكنه بيكلمك في مواضيع عادية، حاجة من طبيعة الشغل، فانت مش محتاج تحفظ، انا محتاج ان انا افهم بس الموضوع بيتكلم عن ايه، وبعد كده هلاقي نفسي الموضوع ماشي معايا بالتسلسل ببساطه جدا يعني. ولدرجه ان في مره من المرات وانا قاعد تخيلت كده، قلت لو الدكاتره ايام الجامعه عندي كانوا بيشرحوا بالاسلوب ده او بحب الكورس ده او بحاول يوصل المعلومه للناس بالشكل ده، كان زمان اي حد في الدنيا غير الكارير بتاعه، يعني كان يشتغل في اي اتجاه تاني، او الحاجه اللي هو حبها حسب ما الدكتور وصل له المعلومه او شرحها باسلوب كويس كان بنفس الاسلوب اللي ايهاب بيشرح بيه. انا الكورس اخدته 5 اسابيع، كل يوم سبت سيشن، وخلال الاسبوع كله كنت باخد بيدينا حوالي 300 سؤال نحلهم، نذاكر في يومين مثلا الشابتر وبعدين احل اسئله عليه، وبعدين كمان يومين واحل اسئله واحضر الكورس اللي بعده. فبالتالي انا مستعد تقريبا بنسبه، بعد ما اخلص ال5 اسابيع مستعد بنسبه حوالي 60% ان انا اكون جاهز للامتحان، لان انا حليت امتحانات كتير جدا في الفتره دي في 5 اسابيع، والفتره كافيه ان انت تتعلم كويس جدا. فالموضوع فعلا رائع يعني، لان انا لقيت حاجات بتتكلم عن شغلي، وبتتكلم عن طبيعه الناس اللي حوالينا، بتتكلم عن الموتيفيشن، بتتكلم عن الريسورسز ازاي بتتعامل مع الناس، بتتكلم عن الكوميونيكيشن. يعني انا فعلا كان في فجوه غير طبيعيه في موضوع الكوميونيكيشن في الشغل مع الناس، لان انا بشتغل في نفس المجال وبشتغل في نفس الموضوع، والكوميونيكيشن كانت عندي عامله مشكله جدا يعني. فالموضوع فعلا ممتع ومفيد للحياه العمليه، وفي استعداد غير طبيعي ان انت تحضر الامتحان بسرعه. انا عنده بلاد 60 يوم هتاخد الكورس وتذاكر لمده شهر، بعد الكورس تدخل الامتحان، ونسبه النجاح عنده تتخطى 99% من الناس اللي بيدخلوا الامتحان. فالموضوع رائع بسيط، الخطوات فيه سهلة وواضحة، وهو عنده بلان. يعني الفكرة ان انت لو عندك بلان لأي شيء هتقدر تنفذ في الاخر البلان او هتقدر تنجح، انما لو الموضوع ماشي عشوائي فعلا مش هتعرف يعني تتصرف او تنجح او تلم الموضوع. فبصراحة الكورس رائع، وانا ارشح اي حد عايز ياخد كورس بي ام بي او عايز يغير الكارير اللي هو شغال فيه ويشتغل في المانجمنت ياخد الكورس مع المهندس ايهاب. كورس رائع جدا جدا، وانا بشكره بصراحة يعني ان هو اداني الفرصة دي ان انا اتعلم حاجة جديدة وارجع لايام المذاكرة من اول وجديد، لان انا كنت نسيت الموضوع خالص. وانا بشكره وبشجع اي حد ان هو ياخد الكورس. شكرا.